لم أشبع منه، لم تروي عيني ظمأها من النظر إليه. كانت الأيام تمضي سريعة، أحاول أن أوقفها فتنسل من يدي كحبات رمل متتابعة. كانت أياما صعبة، خاضعة لمنظومة تعذيب ممنهجة شارك فيها الجيش الأمريكي والCIA والFBI وعلماء النفس. التجويع، الحرمان من النوم والعلاج، التناوب بين الحر الشديد والبرد القارس، استخدام الإغراء الجنسي، الضرب، التقييد في الوضع الجنيني لساعات تصل إلى 36 ساعة. لم أتخيل أن يأتي اليوم الذي سأحكي فيه للعالم أسرار غوانتانامو. كانت اللحظات الأخيرة في غوانتانامو من أصعب أيامي. ليس الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله سبحانه وتعالى صبرني، ليس لقوة مني، لا والله، برحمة وفضل منه. لكن الذي كنت أعانيه فعلا هو يعني هل سألتقي بوالدي ووالدتي؟ فهذا كان متعب جدا لي. فكنت ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يعجل بخروجي حتى أكحل عيني بلقائهم مع الوالد والوالدة. والحمد لله سبحانه وتعالى أن استجاب الله لدعائي وتقيت بالوالد. وبعد فترة يعني بعد فترة وجيزة جدا، أول ما وصلت يعني وبقيت وقتها كنت في التأهيل، إلى الآن لم أخرج من التأهيل، يعني جلست في التأهيل 6 أشهر تقريبا، لم أخرج من التأهيل إلا ووالدي أحس بضعف فذهب إلى لندن للفحص وقالوا أن به السرطان. وبقي في لندن، فرجعت خرجت من التأهيل ووصلت البيت وكان والدي غير موجود، وكانت والدتي أيضا غير موجودة، يعني كانت معه في لندن. وبقي هناك أشهر وكنت ألح على الله بالدعاء أن ألتقي به وأجتمع معه. في رضاك، في رضاك، كل آلام السجون، كل ما فيها يهون، كل آلام السجون. في آخر الأيام كنت أشعر بأني في صراع مع الزمن، كنت أخشى أن يعني يقبض الله سبحانه وتعالى والدي، لأني كنت رأيت رؤيا وعرفت أن وفاته قد أوشكت. يعني كنت أسابق الزمن مع إخواني في رعاية هذا الأب الحنون الذي لم نوفيه قطرة من بحر فضله علينا، حتى طلب مني طلبه الأخير الذي كان سبباً في تسجيل هذا البرنامج الوثائقي. فقال لي فايز، قلت له هلا يبا أبشر آمر. قال لي ترى أنت ما قلت لي كل اللي صار، إذا قمت بالسلامة أبيك تعطيني كل اللي صار. قلت له أبشر إن شاء الله بإذن الله إذا قمت بالسلامة راح أعطيك كل اللي صار، راح أقول لك كل الأحداث من البداية للنهاية، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن اختار عنده وما قام بالسلامة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. قد أتاك، قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات، قد أتاك. لكن أقول بإذن الله يا يبا أنا عند وعدي وراح أقول كل اللي صار من البداية للنهاية.
أنا فايز محمد أحمد الكندري، إن أسرت في غوانتانامو عمري 28 سنة، وبقيت هناك 14 سنة، الآن أنا عمري 42 سنة. هذه الملابس بحد ذاتها تهمة، استطاعت الآلة الإعلامية الأمريكية أن تقنع الناس أن مجرد هذه الملابس على هذا الإنسان دليل على أنه مجرم. لكن اليوم أنا راح أتكلم عن هذا الإنسان الذي يلبس هذه الملابس، وعن حقيقة هذا الإنسان والظروف التي عاشها 14 سنة في التعذيب والإهانة والإذلال. وإحنا نغسله رحمة الله عليه، فكانت الأحداث، أحداث قصتي معاه ومعاناته معاي، يعني تجري أمامي كأنها شريط سريع. أبو فايز رحمة الله عليه، فايز هو الابن الأكبر له، يبغى الابن الأكبر هو له يعني وضعية خاصة في النفس، وأنا كنت دائما أحسها بن أبو فايز الله يرحمه. في مجتمعنا يعني في عائلتنا رحمة الله عليه خالي فايز والدة فايز يعني كانوا يبكون أتوقع 14 سنة من دون صوت، ما سمعنا لهم صوت، لكن للأمانة كنا نشوف كيف هم شايلين هم هذه القضية، يكون متابع معي كل تفاصيل فايز شنو قال لك أنت شنو قلت له. وعندما وضعناه في اللحد وقمت وأهلت عليه التراب رحمة الله عليه، تذكرت كلامه رحمة الله عليه عندما كان يخرج في الاعتصام وهو يحمل اللافتة كاتب عليها: أريد ابني أن يدفنني ولا أريد أن أدفن ابني. كان في كل اعتصام أشاهد في عين الخال رحمة الله عليه هذا الأمر، كنت أشاهد يعني وكأنه هو المسؤول الأول عن خروج ابنه. يبا انت الحين ايش بتسوي بالضبط يعني؟ ايش قاعد تسوي بالضبط؟ قاعد تغش. مو بس جهاز من الدولة، يعني الفريق اللي كان مستلم هذا الملف انه يحرص انه يعني يسرع بالإجراءات، نعمل مزيد من اللقاءات مع الجانب الأمريكي، نجلس معهم نتناقش نعطيهم ضمانات. في الحقيقة كان الوفد الكويتي في آخر الأيام الشهادة لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهذا ليس فقط شهادة مني، بل شهادة من جميع الإخوة الذين عانوا معي الأسر، خاصة في آخر سنتين. وكانوا كل مرة كانوا يطلبون من أهلي يعني إذا كانوا يريدون إرسال أي أغراض، فكانوا جزاهم الله خيرا الأهلي والوفد. كان والدي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، كان حريص على أن يرسل كل ما أطلبه للوفد الكويتي، كل شيء، صلى الله يرحمه يا رب. فكان الوفد الكويتي يأتي بحقيبة ضخمة، طبعا هذا أمر غير معتاد في غوانتانامو البتة، فبصعوبة بالغة يسمحون بها. فكنت الحمد لله كنت أخذها يعني جزاهم الله خير أهلي كذلك، يعني كانوا يرسلونها للأخوة كله، فكنت أفرح جدا عندما أسمع الدعوات. رغم الحر إلا أني أحس أن يعني يشعر بداخله أن هناك أمر لازم أحققه هو خروج ابني. أبو فايز يعني عزيز عليه توفى رحمة الله عليه، لكن الحمد لله الحمد لله أنه شاف فايز قبل الله يتوفى، فكانت هذه نقطة أنا بالنسبة لي شخصيا يعني لأني عرفت الرجل وأنا سميت الرجل الطيب، يعني هذا إنسان راقي ورائع. يعني الله سبحانه وتعالى حقق له أمنيته وحقق لي أمنيتي بأن أراني الله سبحانه وتعالى هذا الأب الرحيم
الذي ما رأيت منه طوال حياتي إلا الرحمة والود والحنان. أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتانامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتانامو خلال 14 سنة. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك طوعة الجمال، هيبة الجلال، أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه، جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم، منحة